إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات، الزواج ليس مغامرة. Le mariage n'est pas une aventure. هذا موضوع هذه الخطبة. وسأشرح السبب بشيء من البيان، ثم التأصيل بحول الله تعالى لأهمية هذا الموضوع. Le mariage n'est pas une aventure. Pourquoi ? أولا الملاحظة. بعد سنوات des années d'observation sur le terrain, on constate quoi ? ما الذي نلاحظه في زواج أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا؟ نلاحظ في كثير من الأحيان أنهم يتزوجون وليس لهم معرفة بمسؤولية الزواج إلا القليل. Beaucoup de mariages sont lancés, des couples qui se marient, mais le bagage qu'il faut avoir avant le mariage et pendant le mariage, eh bien, souvent il est très très minime. لا يعرفون كيف يسيرون أمور زواجهم وحياتهم، كيف ينشئون علاقة في البيت تزداد محبة ومودة واحتراما وتفاهما، كيف يعدان البيت لاستقبال المولود الجديد، وإذا حدث خلاف أو نزاع كيف يتصرفان. Comment se préparer pour accueillir cette nouvelle étape dans la vie qui est le mariage? Comment construire un foyer solide, un couple solide? Comment créer, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr, de l'affection, c'est-à-dire les chemins qui mènent vers la création de l'affection, le respect, la bonne entente, l'entraide. Comment accueillir le nouveau-né pour la première fois surtout? Et en cas de litige et de conflit, comment gérer tout cela? Les relations avec les belles familles, avec l'entourage. كيف يتصرف الزوجان الشابان مع الأقارب؟ وكتعرفوا المشكلة ديال النسيب والنسيبة ومشاكل كبيرة دائما واقعة في كثير من الأحيان. هذه ملاحظات، سي دي غومارك. الأمر الثاني أن من الملاحظ أننا نهتم بكل شيء لإعداد الزواج، لكن الأشياء المادية. On prépare tous les préparatifs du mariage qui sont matériels. ابحث عن قاعة الأفراح، ابحث عن الطباخ أو الطباخة، ابحث عن السيارات المناسبة، وكل هذا مشروع
ما في حتى مشكله. لابد الانسان يوجد بريباري لا سال لي فواتور بريباري لي تريتور ايت سيتيرا ايت سيتيرا سي نورمال سي نورمال chacun comme il le peut. لكن المشكله فينا هي اننا نقف هنا on s'arrête là après avoir mangé après avoir passé le mariage et la fête et la cérémonie et après le lendemain. طيب احنا احتفلنا وفرحنا والقاعة تبارك الله وحضروا الناس وكلاوا وشربوا، ثم ماذا بعد ذلك؟ غدا لما يصبح الرجل ومراته على الساندويش ما عرفوش يطيبوا. ديجا اون ني با بريباري بور ديماري ميم بور مانجي، اون اتون كيلكان بور نوز امني ا مانجي سينو اون اشيت دي ساندويش بور ديماري. اي سا في بارتي دو لا في دو مارياج. اين الاعداد؟ La préparation, la vraie, elle est où? Qui prend des années, notamment les dernières années avant le mariage. L'i'dad li zawaj qui ihtaj li sanawat, le wald f bit li walidin dialo ou le bint f bit li walidin dialha, qui ta'allmou chouya chouya ou tarba ou nasa'ih ila akhir, c'est yati hadha le bayan. Hatta qui wassalou li marhal dial zawaj, qui dkhlou ala l'aql indhom chi baraka dial ma'rifa, au moins ils auront un bagage pour démarrer. Après, tout doucement, on apprend dans la vie. Sur le terrain. الإعداد أيها الأفاضل الكرام لأن هذا الشيء كيؤدي إلى ماذا؟ Quand il n'y a pas une vraie préparation, on voit, j'ai parlé de la constatation, de l'observation, des remarques, mais les conséquences. بعد الملاحظة والمتابعة ديال هذا الشيء اللي قلت، شنو كيوقع النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الإنسان وهو متزوج يريد أن يعيش عزبا. بنادم مزوج، الرجل ولا المرأة، الشاب والشابة، مازال كيعيش الحياة ديال زوفري. Tu es marié célibataire. Il y a rien qui change. كان كيبقى 14 ساعة على برا، 20 ساعة يقصر مع صحابه ويجلس النهار كامل على برا وكذا يستمر. وهي كانت موالفة مع خواتاتها ومع عائلتها وكذا، غدا في الصباح مازالت الحياة هي هي. On reprend le même rythme de la vie, chose qui n'est pas normale. Ton temps, il est comme il était avant, c'est-à-dire le sport, les amis, dehors, etc. Alors que tu as une épouse avec toi. Elle est épouse, elle est toujours chez sa famille alors qu'elle a un mari. Hadi mushkila. لأن هذا يؤدي. Ça engendre quoi? Je sais que ça va faire mal à certains. Mais ce n'est pas mon but. Ce n'est pas mon but. Mais au contraire. أريد أن نصحح أخطاءنا. إذا شي واحد حس بشي حاجة كتحرق له. أنا لا أقصد أن أجرح أحد من الناس، وإنما هذو أولادنا وبناتنا وخواتتنا، لأن النتيجة هو أن الإنسان كيخلق بينه وبين مراته والمرأة بينها وبين الرجل بلا ما يقصده واحد الحفرة كبيرة هو كتوسع. يا un fossé qui se crée entre l'épouse et le mari avec le temps. Je vis le même rythme, elle vit le même rythme qu'avant le mariage. Eh bien, l'écart qui est bien d'ici est où ça? Ou qu'est-ce que le nizaat ou le khilafat entre le rajul ou l'umra? Les années premières du mariage. لأننا ما عرفناش بأن الحياة الزوجية هي مسؤولية. Le mariage est une responsabilité. L'homme, mari, responsable, épouse, femme, responsable. Allah يريد أن يكون الزوج زوجا مسؤولا قائما على بيته وامرأة مسؤولة قائمة على بيتها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Vous êtes tous responsables. Nous sommes tous responsables. الله سبحانه وتعالى أحبابي الكرام حينما أراد أن يعلمنا هذا الأصل الذي هو الاستعداد والإعداد. La préparation est un principe, est une loi dans la vie établie par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah حينما أراد أن يخلق الإنسان, quand il a voulu créer l'homme, eh bien il a préparé d'abord les cieux et la terre et l'univers pour l'homme. Préparé. Allah أعد السماوات وما فيها والأرض وما فيها أعدها لملايين أو ملايير السنين لاستقبال الإنسان. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها. الأرض خلقها الله عمل فيها الجبال خدت سنوات وقرونا وملايين السنين كي لا تير et fixer fermement des montagnes sur cette terre
وبارك فيها. الله سبحانه وتعالى أبني لا تير وقدر فيها أقواتها، الطعام والشراب للإنسان والحيوان وكل شيء. إلى سبحانه وتعالى مي توت لي غوسورس أليمونتيغ دون سيت تير، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ذلك تقدير العزيز العليم. La terre, les montagnes, l'alimentation, les cieux, la révélation, l'ordre, la fonction de chaque créature. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout préparé pour l'homme. بل إن الإنسان الله تعالى خلقه وهيئه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، si vous avez un doute au sujet de la résurrection, regardez la création de l'homme, les étapes, la préparation. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'origine de Adam, la terre, ensuite nos origines, nous, la descendance de Adam, la goutte de sperme, etc., etc., jusqu'à toutes les étapes embryonnaires, jusqu'à la naissance, et puis l'enfance, la jeunesse, la vieillesse, la mort. كل هذا إعداد للإنسان. لماذا مر الإنسان من هذه المراحل؟ علاش الإنسان ما كيتولدش في لحظة؟ En une seconde, tu es né. La grossesse, l'accouchement, en une seconde, là, 9 شهور. 9 شهور الإنسان في بطن أمه. الله يهيئه. 15 عام تقريبا كيوجدوا غير مكلف. Tu n'es pas responsable jusqu'à l'âge de la puberté. المسؤولية ما تكون مسؤول. الله كيوجدك حتى تبلغ إلى البلوغ. يهيئك. تتعلم. تسمع. ترى. تنطق. Tu apprends. Tu entends. Tu vois. Tu... Eh bien, jusqu'à l'âge de la puberté, فتصير مكلفا. تصلي وتصوم وتحج إن استطعت إلى آخره. هذا إعداد من الله. أحبابي الكرام، الله سبحانه وتعالى ألم يكن يعلم بأن آدم سيدخل الجنة ثم يخرج منها؟ بلى. الله savait qu'Adam allait commettre le péché dans le paradis et allait être chassé du paradis. الله يعلم سبحانه وتعالى. ومع ذلك خلقوا دخلوا الجنة وامتحنوا وخرجوا. لماذا؟ حتى يهيئه يوجده يعده لهذه الحياة الدنيا. Il le préparait pour la vie sur terre. Il a passé toutes ses épreuves. Il a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. أسجد الله له ملائكته. أكرمه بالعلم. Il a donné la science, la connaissance, le savoir. Eh bien, mais par après, il a été éprouvé. Et puis, il est descendu sur terre. C'était une préparation. كان الله يعده لهذه الأرض كما أعد الأنبياء. Tous les prophètes et messagers ont été préparés. الرسل والأنبياء أعدهم الله تربية وخلقا وعقلا وفطنة وصدقا وأمانة ونسبا. Au niveau de leur famille, leurs ancêtres, la pureté de l'arbre des prophètes. Eh bien, le bon comportement, l'intelligence, la véracité, la confiance. كل هذا إعداد. كما أن الله سبحانه وتعالى يعدنا للعبادة. أنت قبل أن تصلي, avant que tu pries, la prière de Jumu'ah, tu fais quoi? Tu te prépares. قبل أن تأتي إلى صلاة الجمعة, أنت تتهيأ, تستعد. تغتسل, تتوضأ, تلبس أجمل الثياب, تتطيب, tu te parfumes, les beaux vêtements, tu prends une douche, tu fais les ablutions, تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beaucoup de prières sur notre prophète عليه الصلاة والسلام. تأتي إلى المسجد بوقار, avec dignité, calme, احترام, إلى آخره, avant de prier le Jumu'ah. قبل رمضان كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. يجني شعبان avant رمضان. هذا إعداد واستعداد. وهكذا وقد اعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر وثلاث عمرات. يصح هذان الجمعان. Il a fait trois عمرة avant le pèlerinage. قبل عمرة حجة الوداع أعمل عمرة ثلاث المرات.
إلى أبخوني المسلمين كما سبقباري بور البلغيناج حتى يستعدوا لحج بيت الله الحرام. هذا شأن قانون الإعداد والاستعداد. كما جي دي ستون لوا فنو ماتنو مارياج. إذا جئنا إلى الزواج ما هي مراحل الزواج؟ Quelles sont les différentes étapes du mariage? الزواج يمكن تقسيم مراحله إلى ثلاث مراحل. Trois étapes. Avant le mariage, début du mariage et après. مرحلة ما قبل الزواج ومرحلة بداية الزواج. لأن البداية تختلف عما بعد. والمرحلة مرحلة الانطلاق. Et puis le départ se lancer dans la vie du couple. أما مرحلة ما قبل الزواج وهي أساس من أسس النجاح. C'est une des clés de la réussite du mariage. نحن عشنا وأدركنا هذا. Nous on a vécu cela. Au sein de nos familles, de nos proches, de nos amis. رأينا آباءنا وأمهاتنا وأخواتنا وأقاربنا وأصدقائنا ونحن صغار حينما يتزوجون فنعيش تلك الأيام المناسبات نتعلم on assistait aux cérémonies on apprenait les préparations qu'est-ce qui se passe pendant la fête du mariage et pourquoi on se marie etc. يتعلم الإنسان ويسمع كانت العائلة مجتمعة وكان الحوار il y avait le dialogue dans les familles les gens se parlaient les tantes les oncles les frères les sœurs كان الناس يتحدثون لشهور أو سنوات يعدون أولادهم للزواج on entendait parler du mariage بنت خالتك بنت عمك ولد خالك ولد حبيبك الى اخره on le voisin la voisine eh bien on entendait on apprenait اليوم لا اليوم on parle on est occupé au téléphone شغلين بالتليفون il y a plus de dialogue dans les couples dans nos foyers ما بقاش الحوار والنقاش مي غادي يتعلم هذا الولد غيتعلم تيك توك il va apprendre dans les tiktok غادي يخرج على عباد الله غادي تخرج لك شي وحده من فخا الشفايف ديالها ولا شي واحد مسطي ويعلم لك ولادك. Aujourd'hui on apprend de quoi TikTok des modèles de quoi. فلذلك لابد ان ننتبه. اسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأفاضل الكرام أيتها الفضليات الكريمات, البناء قبل الزواج يحتاج يعني بناء الشخصية يحتاج إلى بناء معرفي عقلي, أي أن نعلم أولادنا. دابور لا كونيسونس سي كوا المارياج ولا شنو هو الزواج. الزواج ما كيوقفش عند النهار ديال الحفلة ومن بعد كنحصلوا. سي كوا لي بوت دو مارياج سي كوا. لماذا نتزوج؟ علاش كيتزوج بنادم؟ است كون سماري بور فواياجي سامبلومون بور الي فواياجي. است كون سماري سي جوست بور ساشتي دي كادو. هل الزواج هو فقط الهدايا والسفر وجري يمين وشمال؟ هذا هو الزواج؟ سا سي دو شوز سكوندير دون المارياج. إيزون لوغ امبورتونس. مي يا با كسا دون المارياج. أنت تتزوج تريد الاستقرار النفسي والعاطفي. تا بزوان دو ستابيليتي دون كيتود دون تا في. Qui ne peut être compensée, cette partie-là, parce qu'il y a une partie qui est compensée par les parents, les frères, les amis, le travail, etc. Mais il y a une partie dans ton cœur, seul le mariage qui va combler. هناك فراغ في نفس الإنسان لا يملأ حبك لإخوتك أو والديك أو أصدقائك أو من شئت إلا الزوج والزوجة. هذه حاجة طبيعية يخلقها الله في الإنسان. نعلم ولادنا لو بوزوان داكيغيغ سيت ستابيليتي سي فيا لو مارياج. الزواج يحقق السكينة المودة الرحمة المحبة كتشعر بواحد الأنس. لو كومبانيون دو تا في سي تا فام سي لو ماري بور ليبوز. هذا هي السكينة. إذا هذا الإنسان يبحث عن هذا لأن الحياة فيها ابتلاءات فيها قلق يا دو ستريس دون لا في يا دي زيبروف تحتاج إلى من يؤنسك. ولماذا ذكر
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أول قصة أول حدث وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غار حراء، من الذي استقبله؟ زوجته خديجة رضي الله عنها. والله لن يخزيك الله أبدا. فبدأت تعدل وتذكر خصاله خصاله صلى الله عليه وسلم. خديجة en accueillant le prophète revenu de la grotte de Hira effrayé, il était un peu choqué par la rencontre avec l'ange Jibril alayhi salam. Elle va apaiser de sa peur رضي الله عنها. السكينة تجدها في بيتك عند زوجتك وزوجتك تجدها عندك. هذا بناء يكون قبل الزواج بناء معرفي. Donc on apprend. Et là, on se réfère aux gens aussi qui sont compétents. Organiser des rencontres avec des médecins, avec des psychologues, avec نبني هذه المعرفة عن طريق المحاضرات والدروس اللقاءات مع أطباء النفس مع المختصين الاجتماعيين مع باش يعلموا ولادنا أن شنو هو الزواج، فائدة الزواج من ناحية النفسية من ناحية العاطفية au niveau sentimental au niveau psychologique etc. وكذلك البناء الجسمي الجسدي. apprendre à nos enfants que dans la vie du couple le mariage يحتاج الإنسان يكون نقي لباس نقي متطيبا متعطرا كما جاء في الأثر عن ابن عباس يتزين لزوجته كما يحب أن تتزين له. être propre chez soi avec son épouse la femme avec son mari. قد تدخل بعض البيوت tu peux rentrer dans certains foyers لا إله إلا الله محمد رسول الله تقول واشهدوا الناس اللي كيعيشوا هنا زعما الله يصلح الأحوال ما نقولش أكثر. البناء المسؤولية البناء الديني الشرعي au niveau religieux واجبات الزوج واجبات الزوجة quelles sont les responsabilités de chacun des deux au niveau islam انت زوج tu es un musulman un mari une épouse musulmane tu as des responsabilités des comptes à rendre devant Allah يوم القيامة سيسألك ويسألك الله يوم القيامة وجدنا راسنا وجدنا ولادنا قل له رد البال إذا ظلمت وإذا فعلت وإذا قصرت وإذا أسأت أشاكن دي دو بجوج بيهم نوصيهم نذكرهم أحكام الزواج أحكام الغسل أحكام ليلة الدخول إلى آخره les choses au moins élémentaires dans la vie du mariage comment gérer la cérémonie le lendemain la nuit des noces etc. يستعد ثم من بناء المعرفة الصلة والقرابة العلاقة مع الأقارب. Pour qu'il y ait tant de problèmes, ma djibli chi immak andi l'dar, ma djibli chi l'aïla djel kentina l'dar. On n'aime plus avoir la belle famille chez soi. Il y a un problème. Aïna silat al-rahim. L'anania, c'est l'individualisme. Chacun veut vivre tout seul. Rajil djeli, ou l'mra djeli. Kachil alakam al-akharim. La relation avec la belle famille, c'est ma famille. Hadouk tajrasi. Mes beaux-parents, c'est ma couronne. الوالدين ديالي لمراتي التاج ديالها والوالدين ديالها التاج ديالي عائلة وحدة. احنا اليوم لا فينا الأنانية. إذا المرأة دات الرجل لا رأسها ما خصوش يشوف العائلة دياله، وإذا الرجل دا المرأة ما خصوش يشوف العائلة ديالها. لماذا يلا نسكروا نهربوا أمام لابيتاسيو خصنا نهربوا 10,000 كيلومتر نهربوا من الوالدين ونهربوا من النساب. علاش هذا استقرار يا إخواني الكرام؟ الإنسان يحتاج إلى هذا الاستقرار. ثم بداية الزواج le début du mariage c'est une deuxième étape. بداية الزواج هذه مرحلة مهمة لأنك تكون مليئة بالعواطف الشعلة la flamme de l'affection de المحبة au début du mariage elle est forte. اغتنم هذه الفرصة هذه faut en profiter pour bien établir des règles de respect, des règles de l'mahabba. يكون داك الشيء بالعقل، هذاك المحبة حاول تسيرها بالعقل. Utilisez l'intelligence et la raison pour bien gérer cette affection, cette flamme de l'affection au début du mariage. Et faisons très attention là, parce que il y a là
encore le rythme, comme j'ai dit, d'avant le mariage. Il faut bien le gérer. Mais il faut bien le gérer. إذن العلاقة مع العائلة أراه ربما يوقع فيها شيء تغيير ما غبقاش أنا نعيش مع العائلة ديالي لأن عندي المرأة والمرأة ما تعيش مع عائلتها لأن عندها راجل إذن خصنا ننظموا هذه العلاقات لما نقول ننظموا شاكان سون غيتم يا با دو غاكل شاكان سون غيتم كل واحد كاين اللي كيعجب له لا الراجل لا المرأة يتلاقاو بالعائلة دائما وهذا وخير وبركة اللي عنده مرة في السيمانة اللي عنده كل واحد يسير الأمور ديالو هو ومراته كما يحباني شاكان كوم إل أنتون لوي سون إيبوز دو جيغي leur relation avec la famille. Mais n'oublions pas que vous êtes un nouveau couple. Vous avez besoin d'un temps à consacrer l'un l'autre. تحتاج المرأة والرجل يحتاج لواحد الوقت بيناتهم باش يبنيو لأن يبقاو كيعيشوا مازال مع الوالدين ما عمرهم غيبنيو علاقة قوية بيناتهم لأن مازال عايشين العزوبة كما قلت لكم. On n'est plus célibataire. On doit avoir du temps pour construire quelque chose en commun, un nid en commun. Il faut du temps ensemble. Et la famille nous aide, les amis nous aident. العائلة تعاون أصدقاء يعاونوا. ثم أحبابي الكرام مرحلة الانطلاق, le départ dans la vie. وهنا للأسف إن كان خيرا فإلى الوفاق. الوفاق معناه الاتفاق والألفة. وإن كان غير ذلك فإلى الفراق. Alors là, après 2-3 ans de mariage, malheureusement, il y a l'apparition de beaucoup de problèmes parce qu'on est confronté à des responsabilités qu'on ne savait pas. ما وجدنا راسنا لا نفسيا لا معرفيا لا جسديا لا عقليا ولا تدريب على شؤون البيت والحياة والعمل on n'a rien préparé alors après quelques mois ou quelques années on est confronté aux responsabilités de mariage d'une famille d'un foyer مسؤولية بدات كدار صافي عشنا تزوجنا دوزنا عام عامين ثلاث سنين كنشوفوا دابا مسؤولية جيب لي جيب لي هاك هاك عملتي ما عملتيش كيبداو النقمة بيناتنا ونبداو ندبزو الوغ لا سا كومونس لي غومارك لي وي لي نو لي بوركوا لي كذا كيبدا هذا ينقم هذا كتكبر القضية بوندون دي زاني سا بو بخوندغ 10 ان 15 ان داكوميلاسيون دو كوميل دي بوتيت شوز امور صغيرة ديال النقمة ديال كل نهار كتبدا تجمع 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 كيجيو يقول لك وحنا هذه 20 عام وحنا صابرين Quand ils viennent me voir ou voir quelqu'un d'autre, ça peut être un médecin ou autre, tu leur dis faites ça, t'inquiète, qu'on inchallah nsalhou kay qoul lek sabrou chouya, t'qoulhom sabrou chouya. Ay te dis ouais, ça fait 20 ans qu'on sabre. C'est quoi le vrai problème? C'est le mouchkila dialkoum. كاين جبر مشكلة أمور نفسية أمور معرفية أمور أشياء صغيرة دي بيتي تشوز دي فوا avec le manque de base ما كاينش الأصل قبل الزواج ما وجدنا والو دخلنا على واحد العالم ديال المغامرات L'aventure, rien de préparé. Et on rentre dans l'aventure du mariage. Et après, on découvre qu'on est incapable de gérer. Je suis fatigué, je suis épuisé, j'en peux plus. Ça fait. Après quoi 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, ouais, mais il n'y a pas de solution. سي ان شاء الله غالبا يكون الحل كاين حالات اللي ما عندها حل الا الفراق لكن غالبا هي موان مي نو ليسون با سيت مارميت سو لا بريسيون كوم لا كوكوت اي بيس اكسبلوزي خليش داك الضغط سنوات tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas dans le couple غتحس شي حاجه ماشي هي هذيك في الحياه الزوجيه حبس ابل طون ايبوز اجي الزوجه جلس على الله هنا اجي حدايا يا قلبس كاش كي سباس قول لك اودي كذا الا غنقول لي واسمحي لي والله يجازيك بخير راه داك الراس واحد با صافي تسامحوا لا ميم شوز ابل تون ماري مي كيس كي فا با جو فوا كتي با كونتون جوردي نو نو يا ريان لا يا كيلكو شوز اجي جلس هنا تي سور با الله يجازيك بخير دي موا جي في كيلكو شوز كذا المسامحة عاود بوسوا راس بعضياتكم والله لكن تخلي داك الشيء عمر سنوات منين غتبدا تي فا كومونسي با كوا فأسأل الله تعالى للموضوع بقية إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يصلح أولادنا ويصلح ذرياتنا ويبارك في أزواجنا وبيوتنا اللهم يا رب العالمين أنزل السكينة على بيوت المسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك غدا مشرقا صالحا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أمتنا يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين
الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم رد عنها من أراد بها سوء يا رب العالمين. أسأل الله أن يوفق أولادنا لكل خير وأن يوفقهم في أعمالهم ودراستهم وبيوتهم وزواجهم يا رب العالمين. ومن كان مريضا أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. Un bon nombre de frères et de sœurs طلبوا الدعاء. أسأل الله أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما. يا أرحم الراحمين السي محمد الغنوتي الفقيه ديالنا الله يشفيه ويعافيه كذلك. وكل واحد عنده شي مريض الله يعافيه في هذا اليوم الجمعة. الله يرفع عنه المرض والسقم ويدوم عليه الصحة والعافية والحمد لله رب العالمين. وسنصلي صلاة الجنازة فبقي الجنازة أبخي الجمعة. Aujourd'hui le rendez-vous de مسجد المتقين. الله يجزيكم بخير. N'oubliez pas, لا تنسوا المشروع هذا البناء البناية الباتيمو أكوتي. N'oubliez pas. الله يجزيكم بخير. الله يعطيكم الجنة والسلام عليكم ورحمة الله.